هنعمل فراخ بالسمسم، فراخ مشويه برضو في الفرن ولكن بالسمسم. ايه الموضوع؟ عندي ثلاث صدور او حوالي كيلو من صدور الفراخ، عندنا كمان بصلتين مفرومين وفصين ثوم وفلفل حامي سمره ومعلقتين جنزبيل ومعلقه سماق ومعلقه كركم ومعلقه بابريكا ومعلقه من زيت السمسم ومعلقه من الزيت العادي ونص كوبايه سمسم، وهنقدمه مع رز مسلوق. واقول تاني المقادير، عندنا عفوا ثلاث صدور فراخ، ثلاث صدور فراخ او اربعه زي ما انتم عايزين يعني. عندي سمرتين بصل وفصين ثوم وسمره فلفل حامي ومعلقتين جنزبيل ومعلقه سماق، السماق ده اللي هو المزز موجود عند العطار، معلقه كركم ومعلقه بابريكا ومعلقه زيت سمسم اللي هو ريحته نفاذه ومعلقه زيت عادي ونص كوبايه سمسم، وهنقضيهم مع الرز المسلوق. اتفضل يا دكتور. تمام. طيب نجاوب مدام كريمه ولا فضل. هي كانت بتسال على الشيف يسري عشان انا صوت كان بعيد عليا شويه، كانت بتسال بتقول الزبادي ايه في الشيف يسري كانت بتقول هي الزبادي ايه في بتقول زبادي ومعلقتين رده او معلقتين شوفان عشان الارداف كده يعني. طب والسؤال الاولاني هي كنت سامع السؤال الاولاني؟ لا هي ما سالتش اسئله ثانيه، بتقول انا بقى ممكن نعمل كده يا دكتور يعني ناخد ده يبقى صحي ولا لا؟ طيب هو احنا يعني وقت الليل احنا في ناس احنا قلنا ان احنا بنحط معلقه من الرده على الزبادي وكنا بنحط الليمون على الزبادي بس ما يعني ما بنحطش عسل ابيض، يعني هي من الحاجات الحارقه اللي بالليل. الارداف بنستخدم لها البنات اللي عندها السايدز الجناب زياده شويه فبيحبوا ان هم المناطق دي ينزلوها شويه ومع الدايت ما بتستجبش، ممكن يحطوا معلقه الرد على الزبادي ده حلو جدا لفتره بالليل. والناس اللي عندها البطن عاليه ممكن يحطوا الليمون على الزبادي بالليل كعشاء يساعدهم ان هم يحرقوا، لكن احنا كنا بنقول ان فتره الليل احنا عايزين نوقف الاكل ده مهم جدا. وهبدا اقول على حاجات يعني تساعد فتره الليل ان انت ممكن تاكل، وهرجع تاني اقول بعض السكات بس نرجع الاول شيف يسري نشوفه بيعمل. هناخد معانا اتصال يا دكتور، بنستاذنك معانا استاذه شيرين. اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضلي اتفضلي. منور الشاشه يا سيدي. ربنا يخليكي، ده انتوا اللي منورينا. نستفيد من اكلاتك وطبخاتك والله. اشكرك، ربنا يخليكي يا رب، الله يكرمك. بصبح على الدكتور. اتفضلي. صباح الفل. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ ازي حضرتك الله يخليكي. الحمد لله. انا عندي منطقه البطن صعبه جدا وانا جربت جميع الريجيمات بس انا صعب. تمام. الريجيم صعب يعني. دي عملت لها جلسات كده؟ عملت جلسات. تمام. ومفيش نتيجه ولا اتحسنتي شويه؟ لا والله بجيب نتيجه بس انا عملت ريجيم ونزلت بسرعه وفي الاخر رجعت زدت اكتر من الاول بكتير. تمام. رجعت زدتي اكتر من الاول صح كده؟ يعني أيوة. يعني تخنتي اكتر من الاول صح؟ الو؟ صح. طبعًا. ايوه معاك. تمام. ودلوقتي ما عندكيش القدره ان تعملي تاني رجيم ولا بداتي من اول وجديد؟ بدات والله بس باجي يعني اقعد طول النهار ما اكلش كل حاجه بس باجي بالليل بقى اكل بالليل ما اقدرش. ده اللي بنتكلم عليه يا استاذه شيرين. احنا ده اللي بنتكلم عليه ان احنا بعد الساعه 8 نحاول ما ناكلش اكل تقيل يعني. انا هقول لك على حل. طيب. حاضر. احنا بنشكر حضرتك وان شاء الله الدكتور هيكلم هيجاوب على حضرتك ويقول لك تعملي ايه. انا بس هقول لهم سريعا، ميه بدون اي اضافات غير شويه ملح اهو عشان هنسلق رز بسمتي، وهنا حطينا البصل وحطينا الكركم وحطينا البابريكا وحطينا كمان الفلفل الحامي والجنزبيل ومعلقتين الزيت اللي هي الزيت العادي وزيت السمسم، نطحنه ناعم جدا اهو يبقى سائل، نطحنه يبقى سائل شايفين. بعد كده هنرفع وناخد الفراخ ونتبلها ملح وفلفل، وبعد كده احط عليها الخليط ده، يستحسن نسيبه ربع ساعه في الخليط ده يستحسن، لكن احنا طبعا عشان وقتنا هنشتغل على طول. تاني اهو بعد ما حطينا ملح وفلفل هضيف عليه الخليط ده ويستحسن نسيبه زي ما قلت على الاقل ربع ساعه في الخليط ده. اتفضل يا دكتور. طيب هو بس يعني بالنسبه لفتره بالليل
احنا كنا الحلقه اللي فاتت على طول كنا قلنا نجيب الزبادي نقطع فيه التفاح نحط عليه القرفه وناكله بالليل، ده هيساعد جدا على سددان النفس. اللي بيشوفوا الحلقات وبعد كده بيعملوا الوصفات دي ويكتبوا على الفيسبوك، لا انا مش عايزكم تكتبوا على الفيسبوك، انا عايزكم تتصلوا بينا وتقولوا احنا جربنا وسد نفسنا او ما سدش. جميل. يعني احنا عايزين يشاركونا، بلاش الكتابه على الفيسبوك بس. طب يعني هم مشاركين اهوت. معانا حضرتك اتصال، معانا ام مالك، يا اهلا بحضرتك. الو. اهلا بحضرتك يا شيخ. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ انا بخير والله، يعني بنحمد ربنا وبنسمع صوتكم بنبقى سعداء، ربنا يكرمك يا رب. احنا متشكرين على اي حاجه حضرتك بتعملها لنا. بشكرك يا ام مالك، ربنا يخليكي. اتفضلي. ماشي، بس دكتور ما كنت بس عايزه اسال الدكتور اي مشروبات حارقه للدهون؟ حاضر حاضر حاضر، هقول لك على كم مشروب حلوين قوي ساعدوك ان شاء الله في في البرد ده. حلو. حاضر. طيب انا بشكر حضرتك يا ام مالك، وان شاء الله الدكتور هيجاوب حضرتك. نرجع تاني مرجعنا للي كان الدكتور بيتكلم عليه، هو عمليه الاكل بالليل. وكانت مدام شيرين بتقول لنا، او الاستاذه شيرين بتقول ان هي بعد ما خست رجعت تاني. ايه عمليه الانتكاسه بقى في الرجوع تاني ديت؟ هل هو تقصير منها او تقصير من الطبيب اللي ممارسه معاه، او مثلا هي بتقول لك انا باكل بالليل وانت كنت لسه حضرتك بتتكلم على الاكل بالليل ده مشكله يعني؟ اتفضل. طيب احنا خلينا نتفق ان اكل بالليل ده هيبقى قصه تعود، يعني احنا واحده واحده هنبدا نتعود احنا مش هناكل بالليل، ده موضوع مش هيجي مره واحده. لكن يا جماعه الناس اللي هي بتعمل دايت وتخس وترجع بعد شويه تزيد اكتر من الاول، خلينا نتفق ده لعده اسباب. اولا ان ببساطه شديده كده ان ريما بترجع لعادتها القديمه، بمعنى ان اللي بيرجع ياكل بيرجع ياكل اكتر من الاول، اكتر من مكان. ما بيبقاش السبب في ان هو خد دواء مثلا او عمل جلسات وبعدين ساب، لا، ولا حتى السبب في الرجيم، الا لو كان الرجيم رجيم كيميائي، الا اذا كان كيميكال دايت، اذا كان بيعمل رجيم سريع قوي. عشان كده الناس اللي بتعمل الرجيمات السريعه قوي يفضل ما تستعجلش، اعمل الدايت اللي يخسسك كيلو او كيلو ونص في الاسبوع وكفى، هو ده كفايه جدا، ده معدل حلو جدا عشان تحافظ، عشان ما يحصلش انتكاسات او يحصل الريباوند، لان انت ما بتبقاش مصدق ان انت ممكن ترجع تاني بعد ما تخس 10 او 15 او 20 او 30، وارقام كبيره جدا الناس بتخسها ترجع تنتكس اكتر من الاول. وللاسف بيبقى طبعا ده محطم للنفسيه، لانه بعد ما وصل لانجاز ووصل لهدفه ووصل لحاجه كبيره جدا فيرجع تاني لنقطه الصفر، بيبقاش عنده الابيليتي او القدره انه يرجع المشوار ده من اول وجديد. فمعلش خلينا نعمل الرجيم بالراحه، وخلينا لما نترك الرجيم نترك الرجيم باحترافيه، بمعنى انا لازم اثبت، لازم مع الدكتور بتاعي اقول له اعمل لي تثبيت وزن. طب انا لو ما عنديش خلاص ما فيش تثبيت، حصل ظروف مش عارف ايه، لا انا ممكن اكل بس بتأني بكميات على قد معدتي وهكذا. ده فكر كده يعني، استراتيجيه فكر، وهنبقى نخصص لها حلقه شيف يوسف ان شاء الله يا دكتور. طيب انا بس هقول لهم سريعا انا عملت ايه. نفس التتبيله اللي انا عملتها اللي هي كانت عباره عن الجنزبيل والسماء والكركم والبابريكا وكمان الفلفل الحامي والثوم والبصل وزيت السمسم والزيت العادي، كل ده خلطته وعملت منه معجون، والمعجون ده قعدت فيه الفراخ على الاقل ربع ساعه، وبعد كده خرجتها من زي ما هي كده بالمعجون بتاعها، غطستها من ناحيتين في السمسم اهو زي ما انتم شايفين. هناخدها كده زي ما هي، هحط بس نقطتين زيت على الوش اهو، وهاخدها زي ما هي كده، ادخلها فين؟ في الفرن زي ما هي، وهي في الفرن